الداعس الشيطان والدخول وذمة الرحمن. بشر يا ولد عشاك مع الداعسين دعست. تنفس الصعداء سيبوه صبحهم ربحهم. من رايح؟ هي تعال سلم يا هو. تعال ويو تعال منا يبي الطلعة. جماعة لازم كل واحد منا يصير عنده رصيد من ذكر الله، رصيد سبحان الله 100 مرة، سبحان الله بحمده 100 مرة تحط خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر، رصيد طبعا في اليوم أتكلم، رصيد من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء، 100 مرة تكون لك عاد 10 رقاب، تكون لك 100 حسنة تحط عنك 100 سيئة، لا يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جئت به إلا رجل مهم قال مثله لا زاد عليه. عرفت شلون؟ وترى لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله شديد 100 مرة، مو لازم تقولها كلها في دفعه واحده يعني في جلسه واحده، اهم شيء خلال يوم تقسمها 10 10 10 30 30 30، لكن خلال يوم تجيبها سبحان الله بحمده خلال يوم تجيبها. عرفت شلون؟ اهم شيء خلال يوم تجيبها. شفت شلون كيف ديننا فيه يسر فيه سهوله، لكن قبل ما اشتكي الضيق والطفش انا وش عندي من الاعمال من ذكر الله عز وجل؟ لازم أسأل نفسي كم عندي رصيد من اللهم صلي على نبينا محمد، كم عندي رصيد منها؟ لأن اللي يكثر من الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن كعب أجعل لك صلاتي كلها قد تكفى همك ويغفر ذنبك، كم عندي رصيد من صلى الله اللهم صلي على نبينا محمد؟ خلنا نسأل أنفسنا يا جماعة قبل ما نشتكي من ذيك الضيقة، خلونا نشتكي من العدد اللي عندنا من ذكر الله عز وجل، يعني بالمقدار ما نذكر الله عز وجل تطمئن قلوبنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله ذكر الله تطمئن القلوب. الله يطمئن قلبي وقلوبكم في الساعة يا رب العالمين، يرزقنا راحة بال ما فيها مناخص لا في الدنيا ولا في الآخرة.